شكرا للزميل سعد بن مثل العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من عرضية ميدان الشحانية وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة الريان، قناة الدوري والكاس، قناة دبي ريسنج، قناة الواحة الفضائية. ها هي انطلاقة الشلفة الثانية للعمانيات، شلفة العمانيات تنطلق مع سن الإذاع، مع البكيار، مع المتعة. شاهدنا الشوط المفتوح، والشوط المفتوح ذهبت الشلفة مع اليمامة إلى هالي مرغم مع حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وأيضا الخنجر ذهبت مع شاهين للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين بقيادة مزعج المضمرين عتيج بن قريع المري. ها هي انطلاقة الشلفة الثانية، نتابع وياكم مباشرة، نسير ومع مقدمة هذا الشوط لنوافيكم بالنتائج أول بأول. أرى الآن اللي في المركز الأول مخيفة للسيد عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي، وفي المركز الثاني ناخذ اللي في المركز الثاني من الجانب الثاني، نشوف اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثاني شواهين للسيد ناصر بن راشد بن شابل المري. المركز الثاني للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، باحث عن الشلفة، لكن أرى قدوم غوي من صاحب المضمرين على ظهر مزنه للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. بدا يقتحم المراكز المتقدمه مع مزنه، والسماء في مزون. يا سلام يا سلام، روح يا صاحب المضمرين مع مزنه يتسلل الى مقدمه هذا الشوط. يا سلام، مزنه للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، والعصاقوت والعصا في الابطال. يا سلام يا ابو سلطان، يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز. المزنة مزنة مزنة مزنة، مرغم 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 مرغم، شلفة مرغم مرغم مرغم، مزنة شلفة مرغم. يا سلام يا مزنة، يا سلام يا مزنة، سلام سلام عليكم يا دولة الإمارات، سلام سلام عليك يا الصعب، سلام سلام عليك يا ابن مرغم. تهانينا من الأعماق للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي على فوز مزنة بالشلفة. شلفة العمانيات تذهب إلى دولة الإمارات وإلى أهالي مرغم. تهانينا الغربية في المركز الثاني للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الثالث الوذبة للسيد غصاب بن مصبع راطير العامري. المركز الرابع شوق للسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الخامس بينونة للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. تسلم يمينك يا ابو سلطان على هذا المساير وعلى هذا الدفع الذي قدمته مزنة في شوط الشلفة. تنتزع الشلفة، تذهب الى دولة الامارات العربية المتحدة، وخاصة الى هالي مرغم. اسعد الله مساكم بكل خير وبكل محبة من هنا من ارضية ميدان الشحانية من دولة قطر. تذهب الشلفة عبر الحدود ولا عبر الجو إلى دولة الإمارات وإلى أهالي مرغم. والتوقيت الزمني، ساعة وصول مزنة إلى خط النهاية، وها هو ملخص الشوط، ساعة انتزاع مزنة المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. تهانينا لك يا الصعب على هذا الأداء، على هذا الإنجاز. 9 دقائق 12 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي والذي وصلت في المركز الثاني. الغربية 9 دقائق 13 ثانية، 32 جزء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري الوثبة في المركز الثالث. 9 دقائق 13 ثانية، 84 جزء من الثانية. تهانينا للسيد غصاب بن مصبح راعي الطيرة. تهانينا للجميع الذي فازوا في المراكز الخمس الأوائل. تهانينا والنمو. إذن مشاهدينا